كنشكر الدراري على اللي قاموا بهذه المقابله هذه. هي مقابله كانت صعبه بزاف، حنا لعبنا في فريق كبير اللي هو الرجاء امام الجماهير الكبيره ديالو، ولكن حنايا ما كناش حاطين يدينا. درنا مقابله بمستوى واحد، عنا تكلمات ديال الستاف قياده طارق مصطفى، الحمد لله نقطه شيء احسن من ما تخرج قوي من طالب بيضاء. هو مقابله كانت صعيبه شويه في الاول، مي فاش ماركينا في الاول الثاني بدينا كنسهلوها عندنا شويه، هما حاولوا يرجعوا في المقابله، ولكن حنا كنا اونغار مزيان في التيران وقفنا مزيان. وتنبغي نشكر الجمهور على المسانده ديالو، كنعجبوها بهاد النقطه هادي وغنعوضوها عليه ان شاء الله في مدينه اسف ان شاء الله في ماتش تاع المغرب فاز. بخصوص ضربه الجزاء اللي مع الحكم وداك الشيء تيبقى اختصاص ديالهم اخويا، ما يمكنش لي انا نتدخل في داك الشيء، تيبقى داك الشيء اختصاص ديالهم، تيقول لك ارجع للفار فيها بينالتي فيها بزاف، ما يمكنش تقول شي حاجات اللي تقول تقدر ترجع عليك. كلمه لجمهور الفريق اولمبيك اسفين. وتنبغي نشكرهم على هذا الترحيب اللي رحبوا بنا اول مقابله، وهذا التنقل اللي انتقلوا لمدينه كازا، وكنتمناو لهم يصبروا علينا نجيو نزيدوا مازال نفرحوا مازال اكثر قادم المقابله ان شاء الله. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الان، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.